عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سوف نقوم بشرح خطوات تسجيل مشاركتكم في الملتقى العلمي الخامس لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، وذلك من خلال الموقع الظاهر أمامكم. عند الدخول إلى موقع الجامعة الرئيسي سوف يظهر لكم أيقونة في أسفل الصفحة باسم الملتقى التعليمي الخامس، الرجاء الضغط عليها للدخول للموقع الملتقى. في موقع الملتقى يوجد في أسفل الصفحة كلمة شارك، هنا يمكنك الضغط عليها ويطلب بعد ذلك منكم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بشبكة الجامعة التي يتم استخدامها دائما في جامعة الإلكترونية، وبعد الانتهاء الضغط على كلمة دخول. في هذه الصفحة توجد علامة زائد خضراء تعني مشاركة جديدة، الرجاء الضغط عليها لرفع مشاركاتكم، وسوف تظهر الشروط العامة للمشاركة في الملتقى العلمي الخامس. الرجاء قراءة الشروط بتمعن وفهمها بشكل جيد. بعد قراءة الشروط الست اضغط على اشترك كما هو واضح في المربع المستطيل أسفل الصفحة. في هذه الصفحة عليكم الآن تعبئة البيانات مثل رقم الجوال وإدخاله مرة أخرى للتأكد، وكذلك البريد الإلكتروني ومن ثم تأكيده مرة أخرى، وإدخال رقم الحساب البنكي الآيبان المكون من 22 خانة ويبدأ دائما بSA. بالنسبة للطالبات الرجاء إدخال البيانات الخاصة بالمحرم للأهمية. ومن ثم تعبئة الجزء الثاني نوع المشاركة والتي تتضمن جميع محاور الملتقى، وعلى سبيل المثال أبحاث علمية، محور العلوم الأساسية، والخانة الثانية عنوان المشاركة والتي سوف تظهر لكم تبقى. وإذا كان العمل مشترك بين أكثر من طالب الضغط على المربع الصغير تحت مسمى مشاركين مساهمين، الرجاء تعبئة البيانات المطلوبة، وعند الانتهاء الضغط على المربع التالي سوف يظهر لكم رقم المشاركة المطلوب حفظه لديكم دائما وملفات المشاركة، والمطلوب هو تحميل جميع الملفات والمجهزة مسبقا في ملف خاص يمكن فتحه وأخذ جميع الملفات منه لإضافته، ويكون ذلك كالتالي: بالضغط على المربع الظاهر أمامكم لاختيار ملف السيرة الذاتية، ومن ثم أخذهم من الملف الخاص بالمشاركة، وبعد أن يظهر الملف في قائمة الإدخال الضغط على إضافة الملف لحفظه، وسوف تظهر لكم علامة الصحة الخضراء تأكيدا لحالة الملف، وهكذا يتم إضافة جميع الملفات بنفس الطريقة. بعد الانتهاء من جميع الملفات المطلوبة الضغط على علامة الرجوع البرتقالية، سوف تظهر لكم صفحة المشاركات الجديدة، الرجاء الضغط على خانة إرسال المشاركة لإرسالها، وبذلك تم الانتهاء من خطوات التسجيل في الملتقى التعليمي الخامس. شاكرين لكم مع أصدق الأمنيات القلبية بالتوفيق للجميع.